السلام عليكم البنات وشراكم ان شاء الله تكونوا كامل بيان وصحتكم تكون لاباس انا الحمد لله وكما العاده والعوايد اليوم راني وليت لكم فيديو تحفيزي فيديو النشاط والحيويه ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله نحفزكم باش تنوضوا تديروا كامل كامل شغلاتكم وكما راكم تشوفوا اليوم راني بديت لكم مع صباح ربي كي راني نفرش في سرير انا راني نسقمو كامل آه كما راكم تشوفو ومن بعد نروح للكوزينه اللي ما تخلصش كامل ها يا ودي واش نقولكم زعما تقولي اليوم آه راني كملت كامل الشغل غدوة راح نريح غدوة يخرج الشغل من اين لا تدري راح تعاود كامل الشغل من داره جديد على بالكم شغل ما يخلصش كامل بصح دي فوا كان هكا البصر ما نشوفوش هذاك الشغل باش نريحو شويه على بالكم بس ما يخلاص لازم دي فوا هكا نرجعو روحتينا شغل ما شفناش هذاك الشغل وخلاص والحاجه الاولى اللي جيت نديرها جيت باش نحط الغدا تاعي طيب لي اليوم حبيت ندير طاجين الزيتون شهيتو هاد الايامات راكم تشوفوا راني وجدت زوج جناح تاع الدجاج كانوا عندي باك في الكونجيلاتور وجبتهم حبه بصل قطعتها صغيره أه لا أه, كاروت قطعتها دي غونديل بطاطا نحب نكتر لها البطاطا نحب بزاف البطاطا فيها والزيتون كيما راكم تشوفوا راني غليتو نحط بصي عمرتو حتى منحب نحب الزيتون راني نكتر ودرت طوماطيش مع ثوم وشويه معدنوس الدنوس زي هنايا على حسب الرغبه كل واحد واش يحب يستخدم انا درت فلفل كحل درت راس الحانوت درت لي على تاع الجد شويه كمون مع الملح ومن راح ندير البابريكا ودرت شويه زيت في القدره تاعي خليته يسخن درت هادوك الجناح تاع الدجاج خليتهم يتقلاو لي شويه ومن بعد زدت البصل خليتهم يتقلاو كيف كيف حتى يتبلي كامل هذاك البصل وفي هذيك القدره الصغيره اللي راكم تشوفوها راني درت البيطراف باش يطيب لي آه نحطو هو الاول عليه باش كيشد شويه فطيب. الطياب دونك حطيته هو الاول شوفوا لهنايا البنات هذوك الجناح تاع الدجاج ما حبوش يتسيباراو حتى المنحيتهم من الكونجيلاتور هكاك وحطيتهم دوك مازال ما تسيباراوش آه وزدت هذا هذيك الطوماطيش مع الثوم آه وشويه المعدنوس راح نخلطهم بيا ونزيد يعني كامل واش عندي نخليهم بين ونزيد عليهم لي والبابريكا نخليهم يتقلاو لي بيان مرقهم قسم يتقلاو كي نشوف تقلاو لي بيان وبدات هذيك البنة تطلع نمرق ندير لا كونتيتي تاع اللي راني حابتها ونخليه يطيب في غرضه وزدت حطيت هنايا مع لي زيبيس لا طوماط انا وريتها لكم كيفاش نخبيها في الكونجيلاتور نديرها في في هذوك اللي نديرو بهم يعني لي باش نخليهم يتجمدون انا عمرتها كامل لا طوماط وبعدها ومن خليتها تتكونجلا ونحيتهم كامل راني نستعمل حبه 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 ولا ولا زوج على حسب المريقه تاعي وهنايا راني زدت الفلفل الاحمر هذاك الفلفل تاع دوستي هي اللي دارته في الدار أه شوفوا هنايا كي خليتها تقلات لي يعني شفتها بلي بدات كامل تذبل راح نمرقها ونقص عليها نخليها طيب في غرضها وفي جهه واحده اخرى البنات جيت باش ندير الكسره على بالكم حنا القبايل الكسره والفلفل ما يخطيوناش فوق الطابله وجدت هنايا لا كونتيتي تاع السميد آه راح ندير ثلاثه كسرات آه وشوفوا كاين اللي راح ناكلهم دوكا نخليهم يعني كي آه كنحط الغدا تاعي نحطهم كاين يعني اللي راح نجمعهم للكونجيلاتور هكا كيكون اون بان ولا نجبد دونك راح نقسم السميد تاعي على ثلاثه وجدت الملح السكر مع لا ليجور بولونجري راح ندير الملح شوفوا راح ندير ثلاثه يعني على حساب السميد اللي عندي راح ندير مغرف صغيره تاع السكر راح ندير على راس المغرف شويه لا ليجور ما بزاف وجدت الزيت والماء يكون دافي دوك راح ندير شويه الماء ونخلط بيان هذاك الملح مع السكر مع لا حتى يذوبوا ونزيد لهم الزيت الزيت عينك ميزانك على حساب على حساب السميد يعني شحال من كسره رايحه تديري ونجمع كلش ونرش بالماء ونجمع كما راكم تشوفوا ومن نقسمهم على ثلاثه كل وحده نعجنها وحدها باش يعني نعجنهم طري طري بيان باش يتعجنوا لي مليح ومن نشوف اذا راح نزيد الماء ولا راح نزيد الزيت على بالكم كي تعجنوا تشوفوا بيني يديكم كيفاه ولا هنايا البنات كي كملت عجنتهم جمعتهم داخل ساشي كونترون سبارو هذاك اللي يجينا مع الخبز وجبت الاولى هنايا حطيت الطاجين قبل باه يسخن وجبت الاولى راح نفتحها فتحتها قبل شويه بيدي كيما شفتو ودوكا راح نكملها بالحلال هذه راح نديرها رقيقه بس ندير رقيقه ليا انا وراجلي وندير السميكه لعجوزتي وشيخي بس ما ياكلوش الرقيقه لازم تكون سميكه شويه هكا خشينه كيما راكم تشوفوا البنات راح نفتحها بيان بالسمك اللي راني حاباتو أه ومن بعد نروح نحطها أه في الطاجين شوفوا اللي عندها هنايا بروبليم يعني ما تخرجلهاش الكسره مدوره يعني مدوره بيان تكون بيان تقدر تجيب هكا الغطا تاع المقله ولا يكون كبير وكي تفتحها تروح تحبزها هكا عليها باش يخرج لها هذاك الشكل ان شاء الله تكونوا فهمتوني لهنايا كي الطاجين تاعي لقيتو سخن لي أه دهنتو أه بشويه زيت و و وحطيت الكسرة وثقبتها كامل بالفرشيطة ودوكا راح نخليها هكا حتى نشوفها يعني بدات تحمر لي من الوجه الاول يعني بدات تشد روحها ماشي شرط نخليها حتى تحمر لي نقلبها ونبدا نطيبها انا لازم في يد وحده يكون آآ يكون عندي طرشونه وفي يد وحده اخرى هذيك لا بلونش تاع الحطب اللي نطيبوا بها الكسره يا البنات نقصت الكامل الطاجين من بعد يعني باش ما من الاول ومن بعد كي بديت نطيبها بيا زدتلو شويه هكا باش تحمرلي وكي نطيبها من الوجه الاول تحمر لي بيان نقلبها ونزيد نطيبها من الوجه الاخر فوالا هذه هي الكسره تاعنا اللي نديروها حنا القبايل يا البنات كي كملتها جيت باش نقسمها انا كل واحد كيفاش يحب يقسمها نحب نقسمها كيما البيتزا فوالا بهذا الشكل ودوكا راح نجمعها شوفوا يعني السمك تاعها ما درتهاش رقيقه بزاف وما درتهاش ثاني خشينه هكا نحبوها انا وراجلي تكون نورمال وشوفوا البنات هاوليك الطاجين الزيتون تاعي راه طاب لي وطاب الزبدة وعسل وبزاف بنين شوفوا المريقه كيفاش خرجت لي ثقيله آه بزاف هايل تتفصلون انا نعشق طاجين الزيتون نحبو بالبزاف ولهنا يا البنات كي كملنا تغلدينا وغسلتنا جيت عن جيت لهنايا باش نورغانيزي هذا اللي نخليه فيه كامل هذوك القراعي تاع لي زي بيس هادو ما راح نحيهم كامل و قراعي صغار وكيف كيف يعني الموديل تاعهم كيف, كيف كيف كامل باش نعمرهم كامل بالزي بيس و ثاني نحيت كامل هذا الدوزان اللي كاين في هذا ليمو لي تاع الكوزينه على بالكم دوكا يا البنات رمضان راه قريب دونك راح نبدا نورگانيزي روحي بشويه شويه كل خطره واش ننظم كل خطره واش نورگانيزي هكا كي يلحق رمضان يلقى كلش راه يعني راح نتهلا برك في رمضان والعبادات وعلى بالكم مع طيابتو ومن بعد راح يجي الكاطو والعيد وموهد وما راح نحيهم كامل باش تسهل عليا الخدمه وما على روحي بزاف على بالكم بلي هذا العام راني يعني بوحدي راني آه, يعني في داري وحدي دونك ما كانش اللي يعاونني ولا ماشي كيما كنت في دارنا مع ماما دونك لهنايا لازم نسيي ندير كلش وحدي و بلوس راح ندير بالعقل بالعقل وراح نمد راحه لروحي بيان سور كما شفتوا لهنايا البنات نحيت كامل الدوزان اللي كاين في هذا لي ليمون هذا اللي نستخدمه بزاف نخلي فيه الملح والقهوه ولا تايتو دونك هذا اللي يتخرب لي والباقي كامل نخلي فيهم لي يعني راهم منظمين وهذا نحيتهم كامل وبديت نمسح فيه ونحي كامل الغبره حكيت كامل كما شفتوا ونعود له كامل بالماء مع هذا النشاف ونرجع كلش للبلاصتو نقص كامل هذوك القراعي اللي بلا دايت وراح نرميهم كامل وشوفوا البنات هادو القراعي كيفاش خرجوا لي بزاف هايلين وشابين شوفوا الحاله كيفاش راهي نقيه راهي مرايه على بالكم ما نقدرش كامل نصور اليز بهاد لا فايونس باش راه كلشي يبان لو كان نقربها كيبان وجهي دونك سي بور راني سرعت الفيديو ما فيلميتش اليز آه وثاني في هذاك النص اللي راكم تشوفوه راه في فيد راح نزيد قراعي كبر شويه من هادو على هادوك تاع لي زيبيس باش ندير فيهم الكاكاو ونواد كوكو مع لا كريم شونتي هادو ما نستخدمهم بالبزاف نحب يكونوا يعني قراب ليا كي نخدم في في الكوزينه ومن بعد لهنايا يعني كي ريحت شويه ويتو هنايا كان يعني قريب يجي راجلي من الخدمه النفط وجدت هاد لا روب حاب نبدلها على بالكم يعني ما حبيتش نبقى بهاديك لا روب اللي طيبت بها ودرت بها شغالي دونك جبت هاد لا اللي جايه في البلو شفتوها ديجا ولبستها معاكم راح نبدلها ماشي زعما شرط لازم تبدلي روب جديده ولا جميل لبستيها مهم تكون لا روب نقيه وتديري شويه هكا طخصة. شويه ريسيل شويه غوجال يعني هذا اذا اضعف الايمان كامل اذا ما استهزيتي ما قدرتش كامل ريسيل شويه مكياج هكا يعني حاجه خفيفه برك ماشي آه حاجه كبيره ليسونسييل آه كي كملت يعني وجدت روحي كامل آه ثاني وجدت له هذا القش تاعو للمسيو على بالكم كي يجي من الخدمه راح يدو شيتو او يلقى القش اللي راح يبدلهم هكا فوق السرير برك يدخل للشومبرا يديهم معاه دوش وجيت للكوزينه باش نوجد آه يعني القهوه شوفو كان يعني كان قبل ما نجي للدار ما يشربش القهوه العشيه بصح كي شافني انا وليت نشرب ماما هو ولا يشرب معايا دونك جيت لهنايا له باش نوجد القهوه باش نشرب انا وياه نستناه برك يجي نشربو كيف كيف درت المسمن مع هذاك الكيكة اللي قطعته واللي شفتوه هذا المسمن الفيديو الجاي ان شاء الله راح نشارك معكم لا اللي درتها دونك درته مع العسل دونك راح ندير شويه العسل اي فوالا هكا يعني نستقبل زوجي يعني كيجي من الخدمه ونستقبله يعني بوجه بشوش كيما نقولوا نضحك ما زعما نقول زعما كاين حاجه زعما ضرتني ولا وجعتني ولا كاش ما صرا بصح ما نبينلوش في هذاك الوقت اللي يدخل للدار نخليه حتى العشيه يتوب حتى نكونوا في الشومبر زعما راهي دي ديرون جاتني حاجه نحكيها سيرو اذا ما كانش يعني كاش حاجه ولا الحمد لله راكي في راحه تستقبل ليه وانت راكي تضحكي وانت راكي فرحانه هو اصلا يجي من الخدمه عيان دونك لازم يلقاك هكا شويه يعني كي يشوفك يفرح فهمتيني وهنايا راني نوريلكم فهاد في هذا المسمن شوفوا كيفاش خرج وكيفاش راه خفيف وهايل الخطره الجايه ان شاء الله راح نشارك معكم لا وهذه هي لا فيديو تاع اليوم البنات ان شاء لا فيديو عجبتكم ما تنساوش ديرولي ابوني و جيم وتخليولي كومونتير شباب كيما نتوما الى الفيديو القادم ان شاء الله ودمتم دمتم في رعايه الله وحفظه باي باي